عسلامة ومرحبا بيكم، إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. وبالمناسبة هذه جبنا لكم فيلم قد على العيد اللي اسمه صبت العيد، المخرجنا سي أنيس الأسود اللي هو خليت حاضر معانا. تشوفوا فيلم يعملوا به كيف في أيامات العيد. الحقيقة أنا عملت به كيف ومسني الفيلم وحبيته برشا، والسينما متاع أنيس سينما خاصة جدا، تعنى بالطفل والطفل اللي فينا خاصة. كل واحد باش يتفكر يتفرج في الفيلم ولا بد يتفكر حاجة تاع صغره، حاجة اللي قعدت هكا ما حبتش تتمحى وباش يتحس منها وباش يتفكرها، صحيح ولا لا؟ الحقيقة ان شاء الله انا هذاك دورنا احنا، نوصلوا الافلام، نوصلوا اللي يخموا فيه اطفالنا، نوصلوا اصواتهم للناس اللي الوالدين، للمعلم، للاستاذ، للدوله والناس الكل. أفلامك تعنى بالطفولة، لكن هل هناك معناها في تونس مسلك لتوزيع الأفلام هذوما؟ يقعد هذاك المشكل، احنا انا يظهر لي السينما كلها قاعده مرهونه في مشكله التوزيع، وهذايا خساره، لان احنا نعملوا الافلام هذه لشكون؟ لاطفالنا، للعائلات، للمعلمين، يجم يكونوا مشروع درس معناتها يعوض الانشا وغيره، معناتها كيما صاير في العالم الكل. تعرف اللي فما الكوليج ولا الاعداديات في فرنسا او في الهند او في امريكا او في ايران او في مصر، معناتها الافلام دخلت في التعليم، على الاقل في مسالك التعليم توصل للسيبل نتاعها. احنا مازال ما عندناش الحظ للشيء هذا، مالغري الاتفاقيات ما بين وزارة الثقافة، وزارة التربية، ان شاء الله وزارة التكوين المهني، لان ديما ننساوها وزارة التكوين المهني. احنا عندنا مشكلة توزيع في القاعات، توزيع في الجهات، معناتها الافلام تاعنا ما توصلش مالوغوزمون، مالغري اللي نعملوا مجهود كبير ياسر كشخص، معناتها نحاول نمشي ونحاول ندور المدارس واللي سونتر الاطفال وغيره وكل شيء، نحاول نكون موجود في كل مكان، لكن يظهر لي هذا مشكلة التوزيع. والتوزيع هو الفقرة اللي قاعدة ماهيش مريقلة، وهي تتقرر للسينما التونسية. احنا اليوم عندنا افلام لكن ما عندناش اندستري سينماتوغرافيك، وهذا خاطر ما عندناش اون بيتري يونيك، خاطر لا بيتري يونيك ولا او التذكرة الموحدة هذه هي اللي تضمن التوزيع وشفافية التوزيع ومسالك التوزيع بشفافية، نعرفوا ما بين الاكسبلوتان، الموزع، المنتج والتكنيسيان، توضح الحكاية، حقوق المؤلف، برشا حاجات. معناتها أنا يظهر لي اليوم إذا نوصلوا نعملوا هالتذكرة الموحدة هذه، هو مشروع وطني، نأكد لك مش تولي فما اون اندستري في تونس، فما شباك معناتها تقول انت البوكس اوفيس، فما وغيره، وتدخل في التعليم وغيره. اذا نتلهاو بالقطعه ونخلقوا لبيتري يونيك، ويمكن البيتري يونيك في السينما هي الحل الوحيد للسينما التونسيه. في انتظار انه هذا يصير سي انيس، نهزك ونهز الساده المشاهدين الكل اللي يتفرجوا فينا انه يكتشفوا من خلال هالعنصر القصير اللي احنا حضرناه تجربة سي أنيس، رحلته مع الطفولة ورحلته هو زادة كمساعد مخرج إلى مخرج. نمشي وشوفوا هالعنصر المصور هذا القصير، وبعد راجعين باش تتفرجوا في صبات العيد، ومهم ياسر أنه تتفرجوا فيه، نظرتكم أنا متأكدة باش تتغير وباش يمسكم الفيلم. تتفرجوا في صبات العيد وهنا راجعين. ضيفنا نابلي محرحر، سي أنيس الأسود، مخرج ومنتج تونسي. عام 98 خذا الشهادة العليا في الإخراج السينمائي من المعهد المغاربي للسينما بتونس، وكان مشروع التخرج متاعه فيلم قصير الصور المفككة. عام 2000 مشى عمل تربص في اختصاص الشريط الوثائقي بالمدرسة العليا للسينما بباريس، وصور شريط وثائقي قصير رقاص المونجيلا. بعد كمل دراسة معمقة بجامعة تور فيرغاتا في روما اختصاص الكتابة الوثائقية، وصور 3 أفلام وثائقية عن العادات والتقاليد المشتركة بين الوطن القبلي وجنوب إيطاليا صقلية. عام 2004 صور أول فيلم وثائقي ليه، عرايس السكر بنابل. نجح الفيلم وشارك في برشا مهرجانات. من 1994 ل 2010 خدم أنيس الأسود كمساعد مخرج أول ومدير إنتاج
على أكثر من 50 فيلم طويل من الأفلام التونسية والأجنبية. أخرج سنة 2006 أول شريط روائي قصير ليه صابة فلوس، اللي فاز برشا جوائز في المهرجانات الدولية. خلال العام نفسه أخرج فيلماً وثائقياً المنطاد، صوره باليابان لقناة يابانية. عام 2007 عمل فيلم وثائقي القيروان 1428 لقناة الجزيرة الوثائقية. 2009 أخرج فيلماً وثائقياً صائفة في سيدي بوذكري لقناة الجزيرة للأطفال. عام 2010 أخرج 3 أفلام وثائقية عن أطفال القرى العربية مع نفس القناة، وهي بنت ولد وصورة باليمن. كان عاد الأول متخلفين، كان عاد الأول يلحموا حتى لو ما يعني تشتغل ما يحبوش البنت يعني تشتغل في هذا الزمن. غدا بثينة صورة بالجزائر. أنا بنت يا روبين منذ السنين، إننا للفداء جزائرنا لن يعني دا، فبنت الجزائر دوما وفيا ولا لن تكون سوى عربية. ويعقوب ابن البحر صور بموريتانيا. عام 2011 فيلم وثائقي طويل المعارض كتابة شيمة بن شعبان عن أحداث ثورة 14 جانفي تعرض في مارس 2012 أمام البرلمان الأوروبي. في 2013 أخرج فيلم الروائي القصير الثاني صبات العيد، فيلمنا نتاع الليلة اللي خذا برشا جوائز من العالم أجمع، وتعرض في أكثر من 200 مهرجان عالمي وتوزع في برشا دول من بينها تونس، الهند، الصين، فرنسا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك في المدارس والمعاهد والجمعيات ونوادي وقاعات السينما وحتى القنوات التلفزية. تقول لي باش ليه؟ بي ولا بالتصوير؟ سامحني سي. اسمعني يا سنادر، بعد العيد ما تحط سخونية اللي انت ابوك. سيدي مرحبا، تفضل. قديشك الصبات اللي بجوانك؟ هذاك اخر كعبة عندك 40 دينار. من النسوم يرحم بوك. الصباب كي كل خيط فيهم بداية. 40 دينار. سنة 2014 اخرج فيلم اكباش فداء، وهو ثاني شريط وثائقي طويل لي على الثورة التونسية. الرصيف ولد عمري وثاني انا سبقني رسميا وسبقني تعب على كامل. من صلاة العيد حيث صلى الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال العلماء ندبي عليها نداب هالعسكر اللي علينا نساب اجمع من الاوصاف ما قريتها في كتاب. أخرج الجزء المصور بتونس من مسلسل انكسار الصم 30 حلقة من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان.
خلال مسيرته الفنية تحصل أنيس الأسود على العديد من الجوائز. في تونس تحصل على الجائزة الوطنية لحقوق الطفل لسنة 2016 لمساهمته في نشر ثقافة حقوق الطفل والدفاع عن قضاياه في فيلم صبات العيد. أنيس الأسود أسس جمعية أحباء السينما بنابل عام 2005، وكان المدير الفني لمهرجان الفيلم المغاربي بنابل الدورة الرابعة عام 2018. صبات العيد أخرج فيلم الروائي الطويل الأول جدحة، اللي خذاه برشا تتويجات في مهرجانات كيما تورنتو، كندا، فاس، مالامو والقاهرة. فيلم جدحة بطول جمال العربي ومجموعة من الأطفال. شكرا جزيلا. في الفيلم هذا جدحة خلينا المخرج نشوفوا علاقة الأغنياء والفقراء من زاوية جديدة، ظهر احتياجهم لبعضهم. أنيس الأسود اليوم يعتبر الناطق الرسمي بهواجس الطفل في السينما. على العنصر المصور اللي حضرناه على سي أنيس الأسود نال إعجابكم. معايا ضيف آخر مع سي أنيس الأسود، نرحبوا به سي حسن بن أحمد، ناقد وصحفي معروف برشا. أحبا بيكم.
وانا ما نحبش نحكي على تونس برك، نحكي على التوانسه اللي في الخارج واللي توصلهم صوره نتاع القناه نتاعنا العزيزه اللي على الاقل في رمضان هذا راهو عنده حلاوه اخرى، عنده برشا حاجات، والناس تحب القعدات كي يلقاو حكايه على فيلم ولا يلقاو فيلم تونسي من مخرج تونسي، هذيك الفائده. فرحتي اليوم كما احنا نقولوا مضاعفه، فرحه دوبل، خاصه عندي برشا ما ظهرتش في التلفزه الوطنيه. مرحبا بي. وانا فرحان كي ريتك في اول اعمالك. متابع في اول اعمالك معناها، ومشيت وحضرت، انا خاطر انا كنت متابع حتى في الاعمال، نمشي نحضر التصوير، دونك انا نعرفك اكثر من 25 سنه ولا اكثر. وهذاك علاش انيس اليوم معانا، لانه الفيلم اللي باش نعديوه هو باش يتفرجوا فيه التوانسه صبات العيد، من اجمل الافلام اللي تفرجت فيها الحقيقه، الافلام القصيره، واعطتني متعه ونشوه وين نتفرج فيها، وقديش حسيتها قريبه للتوانسه، وقديش حسيتها تمس انا ديموا مسني الفيلم، وانت ابدعت فيه سي انيس. في كلمتين كيفاش تقدموا الجمهور التونسي اللي بعض لحظات يتفرج في الفيلم نتاعك؟ صبات العيد هو فيلم معناتها تعمل في ظروف متميزة مع سي نجيب عياد الله يرحمه، كمنتج ومع فريق فني من أروع ما يكون، معناتها في الـ في الـ في الـ معناتها في الديريكسيون دو لا فوتو كان سفيان الفاني، في الصون كان معز الشيخ، وغير وغير وغير، معناتها كانت إكيب متميزة، إكيب ممثلين، كان معايا فرحات شديد، كان شامة بن شعبان، وبرشا ممثلين معناتها، لكن اسونسيلمون الصغيرات الاطفال اللي هما كانوا الروح نتاع الفيلم هذايا. والفيلم هذايا من معناتها من عينين نادر التليلي اللي هو بطل الفيلم، اللي هو عرفني بخوه، اللي هو موجود في الفيلم، اللي عرفني بعائلته، معناتها حتى اخته في الفيلم من عائلته، هو فرض عليا الفيلم هذايا، هو فرض عليا هال طريقة العمل في الفيلم هذا، ويظهر لي اثنين نجحنا، نادر وأنا، عملنا الفيلم هذا مع بعضنا. وينو نادر توينو؟ نادر اليوم عمره يظهر لي 21 سنة، ما شاء الله. في جرومباليا، معناتها وليد شاب في مقتبل العمر، صعيبة الدنيا لهمومة، لأنه عنده دي كاركتير، هو عنده برشا حاجات، هو موهوب، وليد معناتها ولد جرومبالي، ولد الريف والمدينه معناتها. ويظهر لي الفيلم هذايا معناتها من مك الروح نتاع العائلات هذيك. عمل تجارب اخرى، عمل يظهر لي نعورة الهواء مع مديح في المسلسل، كان معاهم في المسلسل، ومعناتها فما فيلم اخر انجليزي، تجربه صغيره. لكن تعرف المشكله اليوم مع الصغيرات هو تطوير هالتجربه هذه، معناتها كي تبدا في جرومباليا شنو شكون مشي يحيط بيك، احنا مانيش مؤسسه، احنا مخرجين، يلا نتفرجوا في الفيلم ونرجعوا. به ملا نستدعاك سي انيس باش تعاود تشوف الفيلم نتاعك، ومعك سي حسن بن احمد الناقد والصحفي المعروف اللي نحبوه ونقدروه، نمشيو مع الساده المشاهدين نتفرجوا في فيلم صبات العيد، وهنا راجعين ما تبعدوش. قال فيلم مؤثر، وين نتفرج فيه الا خاصة المشهد اللي فيه اللي عارك في بوه ويقول له نحب صبات العيد، اشري لي صبات العيد، اون بوكل، معناها لين يده مسكين تزريق. فما احساس كبير تعدى، فما ايموسيون كبيرة. الفقر مصيبة بالحق، الفقر وجيعة، في برشا وجيعة، معناها لبو هو على الموتور، الدمعة كيفاش هبطت من عينه، والطفل اللي في مخبي في كرش وبالبرنوز جست راسه يطل يبكي زده هو بالدمعة، مشهد معناها مأثر فيا وبكاني. وحتى كي عودت تفرجت في الفيلم مرة واثنين إلا وكنجي للحظة هذيك إلا ويبكيني الفيلم. خلطة شنية الفيلم هذا الخلطة شنية باش وصلت لنا ليموسيون ذيك؟ شنية الخلطة اللي عملتها باش وصلتك صدق الساعة ذيك في أحاسيس؟ مشيت مع الممثلين
كانوا مش ممثلين. فهمت؟ حتى البوتفل سي فرحات جديد نحييه بالمناسبة. ما نجمش نشريهولك. عايش بابا يشري الصباط. ما نجمش نشريهولك. اشتري الصباط. ما نجمش نشريهولك. عايش بابا يشري الصباط. راس ولدي لا نجم نشريهولك الصباط. حب نشري الصباط. ديجا كمل عشاك ما نجمش نشريلك الصباط توا. وراس ولدي لا نجم نشريهولك. عايش بابا يشري الصباط. ما نجمش نشريهولك. قلت لك اشتري لي الصباط. ما نجمش عايش ولدي. حب نشري الصباط. عايش ولدي. قلت لك اشتري لي الصباط. نحب نشري الصباط. ما نجمش. سيبني. قلت لك اشتري لي الصباط. نحب نشري الصباط. سيبني. قلت لك اشتري لي الصباط. ما نجمش. قلت لك اشتري لي الصباط. سيبني. ما نحبش. سيبني. نحب نشري الصباط. قلت لك نحب نشري الصباط. سيبني. قلت لك نحب نشري الصباط. ما حسيتوش يمثل. معناتها دابيتود جردتهم من الادوات نتاع الصنع، خليتهم يعيشوا اللحظه، خليت تعديلنا احساس بالحق، ولا لحظه حسيته يمثل عليا، ولا لحظه ربطت ما بين فرحات جديد الممثل والدور، جردته ما كان نقولوا احنا حجيره المخلق. انا يظهر لي الفيلم هذايا ولا سر الفيلم هذايا، اول حاجه كتابه. الكتابة أول بدأت مع سيد أحمد بوعمود اللي هو من نابل، نحييه بالمناسبة هذه. الفكرة من عندي، السيناريو من عندي، لكن تجربة الكتابة كنا مع بعضنا، حبيت نكتب مع سيد أحمد وخلقنا هالفيلم هذايا صبات العيد. لكن أنا نعتبر الكتابة هي مرحلة من المراحل المهمة في الإخراج. بعديك كيفاش تصنع هالفيلم هذا يلزم منتج. منتج كان نجيب عياد، اقترحت الفيلم على سي نجيب الله يرحمه، مشي معايا قال لي نيس انا معاك، وبدينا تجربه البحث عن التمويل، وكذلك فيما يخص الاخراج. هو هالوليد الصغير هذا سي نادر وين باش تلقاه؟ وكانت تجربه طويله، لانك ما تنجم تقرر التصوير الا ما تلقى البطل الفيلم. وهذيك في تجاربي الكل، معناتها من اول فيلم من صابه فلوس الى قطحه الى اليوم الى حدود الله، الى حتى كي نلقى الاطفال نبدا تصوير. اذا نلقى ونتمكن من الاطفال ونحس اللي هو يحب يخوض معايا هالتجربه هذه، نقروا لي دات دو تورناج، نقروا التصوير وندخلوا في التصوير وندخلوا للتحضير، لان الكتابه تنطلق مره اخرى مع الكاستينج. ولما لقيت انا لما لقيت نادر، وكانت نادر لقائي مع نادر كان معناتها سي ان كو دو كور، هالوليد هذايا المزيان وهال اللي يعيش هالشيء هذا. انت تقول مزيان، انت كي تخزن له الطفل يظهر عادي كما كيما الاولاد الكل، ماهوش شباب معناها مش ما اما يعطيك لو فيكو، يعطيك الانسان العادي. خاطر تعرف الكتابة، قلت لك في لقائي مع الوليد هذايا نادر، كان في مدرسة في الخروبة في جهة جرومبالية في الريف، لأنك مش تلقى وليد من نوع هذايا، مش تلقاه في المدينة، لوجت عليه في الريف ولقيته. وكان معناتها نذكر نهار مطر ونادر معناتها تفهمت مع المدير باش نمشي بحذايا باش نشوف تلامذة المكتب، فرحوا بيا استقبلوني، تصفوا في المطر، كان الدنيا باردة برشا وقتها. ونادر ما شفتوش معناتها، لكن راه في راس خرج لي من وراء عرسة محجم بولا زيرو معناتها اي، ويلا في ان روغار مانيفيك متخبي حاشم مني، هو ما حبش يوريني على وجهه. واللقاء هذايا لقيته ما غير فيستا، وسي الفيستا ما كانتش موجوده، وكان يدفي يديه، كان يدفي روحه بيديه يصفق باش احد. كانت عنده هل تقول انت هالفرحه هذية، وعنده الانفه، عنده الفرحه كبيره. ايه تخبيت تخبالك تخبى عليك، ما وراكش روحه، هو ديجا عنده الانفه. الانفه هذيك، لكن في نفس الوقت ما عنده حتى كومبلكس بالشيء اللي يدور به، فهمتني؟ ماهوش من عقبيه ودراما، ماهوش في الحساب. ما كانش عنده فيستا وقتها نذكره، وكان يدفى يصفق باش يدفى في البرد هذاك، وحنا كنا ملفوفين نغزر، تعرف معناتها نشوف الوجوه. وفي ساعة كيف تلاقيت انا وياه حسيته اللي هو مش ينجم يكون ولدي في الفيلم هذا نادر. وهذيك اول انطلاقه، مشيت روحت معاه للدار، قابلت ابوه، قابلت امه، قابلت عائلته، وكانت اول تجربه حسيت الوليد هذا ينجم يكون. واقترحت عليه، قال لي كان تحبني نعمل معاك الفيلم هذايا ولا المسرحيه ولا هاللعبه هذيا، تاخذ معايا اخويا وتاخذ معايا بنت عمتي. معناتها قلت له
قلت له مش ناخذ خوك ومش ناخذ بنت عمتك. Il m'a obligé le casting. مش معناتها il m'a obligé dans un sens معناتها انا ارتحت ولا حاجه. لا لا معناتها مش نلقى خير منهم في نفس الوقت معناتها اقتراحاته كانت في صلب الموضوع لان الفيلم هذا يتعمل قبل الثوره بعام. راهو الثوره 2011، الفيلم هذا يتعمل 2010 اخر 2010. معناتها في اندلاع الثوره راهو الفيلم هذا صار فك النقله الاجتماعيه والسياسيه وتونس خرج 2012. وخرنا لانها كانت ثوره معناتها ما خرج الفيلم الا 2012 انا وسي نجيب عياد معناتها كانت تجربه باش نكملوا الفيلم ونادر خذيت برشا من نادر في الكتابه وعطيت للنادر حتى بدلت اسم البيرسوناج برينسيبال لانه قلت له شنو نسميه قال لي سميه نادر قلت له اسمه نادر ما نعرفش نلقى خير من نادر معناتها يظهر لي لقائي مع نادر هو كان ديسيزيف وهذاك اللي خلى نادر يجو سون بروبر رول انا كنت حاضر انا كنت حاضر معاه وكنت معناتها سمعت لا ديريكسيون سي سور هزيتو سور دي تورناج ومشينا دي تورناج دو بوب وافلام اخرى وكذا باش ننسنسوا بالاجواء نتاع التصوير عملنا دي ريبيتيسيون في مسرح خذينا مسرح وعملنا دي ريبيتيسيون لكن انا يظهر لي كنا حاضرين كنت لوش في الفاميليا وقت لقيت نادر يزمني نلقى البو شكون البو تنجم تلقى خير من فرحات جديد والله فك محلية. الطفوله نتاعه وفك محلية. في الشبوبيه نتاعه استاذ راه قراني موسيقى استاذ فنان وجينيرو الى اون جينيروزيتي ونحب عينيه فرحات الى دي زيو دو بابا معناتها انا ديما علاقتي مع البوم عمرها ما كانت كونفليكتويل ما عمرها ما كانت كونفليكتويل فهمتني وما نلقاش بو لولدي خير من فرحات فهمتني وفرحات تسمي البيرسوناج تقول ولدي خاطر ولدي بيان سور ولدي كلهم ولادي انا عامل 14 فيلم على الطفوله معناتها اليوم ما عنديش كان بنتي راهو غاليه ما عندي في كل مكان عندي اللي عملوا معايا واللي لعبوا معايا ليه بسيف عليا في العيد يقول لك وينك في راس العام يقول لك وينك في دخول المكتب يقول لك وينك في عرسه يقول لك وينك معناتها تولي جزء من حياته وهو جزء من حياتي معناتها هذا يمكن الانكونفينيون تاع خدمتنا كي تخدم مع الصغيرات سي كو لي زونفون هذوكم بنات ولا اولاد يوليو ولادك غيالمون ما تنجمش تقول تسكر الباب تقول اي بطلنا قدحه اليوم ياسين اليوم معاه اليوم ياسين يكلمني يقول لي انيس راني كذا راني مش نعمل كذا راني شاورني محمود خوه كيف كيف معناتها نادر لليوم معناتها معاه وصارت حكايات ومعناتها عيط لي تو سويت معناتها قال لي انيس حاجتي بيك مشيت له معناتها مش العلاقه ما تتقطعش العلاقه متواصله ولادي انا عندي 14 15 طفل في حياتي اليوم مع بنتي هذوما يا ولادي ما نجمش فما واحد يفضلهم لك يا انيس ربي يفضلهم لك خلينا نسالوا السيد احمد شويه على تجربه انيس انيس فما خيط رابط بين أفلام الكل تقريبا وانت سيد العارفين وتعرف معناها الفيلم عنده ذكاء متاع اللي يزرع في الفلوس صابة فلوس على الطفولة قطعها على الطفولة انت معناها نحس انه مواكب التجربة متاعه هو يظهر لي هو مازال طفل يعني اي هو ما حبش يكبر عنده الطفولة متواصلة يعني من اللي بدا يخمم في الأطفال ويخمم في الأعمال هذية وين يظهر لي عنده حاجة كيني عنده دين مع السيدة عالية اللي كانت تتقدم في برامج الأطفال وتفيد فيهم وتنفع فيهم وكان هو متأثر ويتفرج ويتبع إذاعة وتلفزة من يوم اللي هو صغرون دونك هذاك صحيح هذا سي انيس يشوف سيدة عليا كانت حاجه مهمه في طفولتها مربيه بالحق مربيه فاضله ومراه ممتازه منشطه تعرف تعمل الدنيا الكل وكانت عندها تاثير على برشا شبان برشا اطفال اللي ولاو شباب سواء اللي شاركوا معاه من قريب او اللي من بعيد يسمعوا ويشوفوا خاطر هي تعدي لهم اكل بلسم تعدي لهم الحاجات الباهيه الاخلاق الباهيه ما تخليهش يقول الكلام بالفرنسوية في الحصة نتاعها تخليه يحب بلاده يحب يتكلم الكلام نظيف فيظهر لي معنى أنيس كان متأثر التأثر الإيجابي ما هوش التأثر السلبي وهذا خليه يعمل 14 فيلم ما همش ديسيني للأطفال هما في الحقيقة
هما ديسيني للعائلات، ديسيني للكبار، للصغار، ولكن اوتروتر اكل اطفال الناشئه اللي هما من اصعب حاجه. تحسها السينما نتاعو للعائله. للعائله. تونسيه يعني معناها يلقى. العربيه بصفه عامه. اللي مش عربيه ولا انجليزيه. شوف انا الافلام سامحني سيد احمد. راهو معناتها كانوا تقليل من الافلام اللي نخدم فيهم، راهو مش تقليل بالعكس. لا خاطر احنا نفهموها، انا جايين والحديث هذاك هذاك جايين وما تقصش عليا. اي نفهموها هي معناتها افلام بالعكس، خاطر تعرف معناتها ديما انت تخدم في ثنيه من اصعب ما ثم انك تخدم مع الطفوله. نعرف نعرف وواعي بالشيء هذايا، تعرف معناتها كما يقول سيد احمد معناتها فما في طفولتي الشيء اللي شفناه معناتها مع في التلفزه وفي السيده عليا والنوادي اللي نشطنا فيهم، لكن تطورت الحكايه ماهيش ما وقفتش غادي، لاني علاقتي بالطفوله ماهيش علاقه معناتها بطفولتي الشخصيه بركه، معناتها علاقتي مع الاطفال. نحس الاطفال اليوم في مظلومين في الدراما، ما عندهمش صوت، ما يتسمعوش. وكل مره نخدم معناتها كنت مساعد مخرج وخدمت ما يقارب معناتها 50 فيلم كمساعد مخرج طويل، خدمت بريسك مع التوانسه الكل والاجانب وغيره، وكنت نتصل بالعائلات في الجنوب التونسي او في الشمال الغربي او في قفصه او في سليانه او سوسه او نابل وغيره، وكنت نشوف الصغيرات ونشوف معناتها القصص نتاعي وحكايتي راهو خارجه من اشياء موجوده، معناتها نرى العائلات. انا شفت صغيرات يخرجوا من المكتب، البنيه تخرج من المكتب تخلي الكرتابله نتاعها والسبادري ولا الصباط تعطيهم لخوها اللي جاي حفيان باش يدخل بهم المكتب، خاطر ما عندوش الحق يدخل المكتب. شفت الاطفال المحرومين من ابسط الاشياء، شفت للحرمان من الدراسه، الحرمان باش تشوف بحر، الحرمان بعد مرات اشياء بسيطه بسيطه جدا اللي احنا نراوها معناتها عاديه. راهو صبات العيد جاي من ان معناتها البدايه كانت عندي، كان نحكي لك كيفاش جات قصه صبات العيد، معناتها جات من طفولتي، لكن كيفاش عشتها وكيفاش بعديك خلقت الكتابه، لانه الحكايه صارت لي انا، لكن مش كما نادر. نذكر صغير في مستير، انا عديت طفولتي في المستير ومحلاها المستير وقتها، معناتها كانت بلاد بورقيبه وكانت منظمه وكانت فيها يطيب فيها العيش. احنا كاطفال معناتها نتذكر طفولتي كانت جميله جدا في حتى توا مستير مزيان لليوم، لليوم ديما مزيانه مستير. نذكر مع بابا خرجت باش نشري صبات العيد وضعت كيما نادر ضعت، لكن وضعت لقيت روحي قدامي فيترين فيترينا واحده ولقيت صبات عجبني، اما ما يتشبهش الصبات هذايا، كان صبات دان وباللينسيل هكا بالخيوط نتاعو، خاطر ما نلبسوش صباط بالخيوط معناتها في الوقت ديما صباط كي البونتوفل، معناتها كي تلبسو بالخيوط سي كوميم حاجه وغالي وغالي الصباط نذكره. وطلبت من بابا باش يشري لي الصباط هذاك الله يرحمه فتحي الازرق. وشفت وما دخلتش كما ما دخلش نادر للحانوت، وقعدت برا ونخزر للبابا ينيغوسي معناتها كان يبيع ويشري مع البائع، وكنت فرحان برشا وقتها، فرحان برشا بابا مش بالصبات، لاني صبات حتى ما خرج ليش بيه، كنت ما نتقلقش انا وخرج لي بابا لا يسي كمان لا خرج بالصبات خرج وروحت بيه الصبات، وصارت عركه مع ما بينه وما بينهم لانه صبات حق زوج صبابات فهمتني. لكن في اللحظه هذيك كنت نقول فما برشا صغار بوهم يخرج لهم بالصبات، وذاك علاش عملت الفيلم. معناتها هو الاحساس بالاخر، يمكن كان عندي الحظ انا بابا شد صحيح باش يشيل الصبات هذاك، لكن كنت متاكد اللي برشا صغار بوهم ما يخرج لهمش بالصبات، وهذاك اسمه صبات العيد، لذلك عملته صبات العيد. ونادر حمل الفيلم هذايا بطفولته هو، راهو كي نحكي على الطفوله حتى في لا ديريكسيون داكتور سكو جي ابري ان ديريجون دي زونفون طول تان طول تان طول تان. اول حاجه فهمت اللي مزميش جامبوز لونفونس نتاعي على لونفونس نتاع الممثلين نتاعي. ثاني حاجه نقترح عليه يمكن ياخو ويمكن ما ياخوش من اقتراحاتي. نادر في الفيلم هذا كان هو اللي ديريجي لي زاكتور. انا نذكر نجي الصباح لانه بيت في الديكور هو وخوه والعائله كل بيته في وسط الديكور، لان كنا نصوروا في تستور في صخير التستور، معناتها لو شان في صخير التستور ولو كونتر شان في غرومبيليا، معناتها لازمك تتصور صعوبه التصوير وصعوبه الاخراج اللي اخترته في نفس الوقت باش نخلق لو موند ماجيك فيزويل. نادر
نجي الصباح نلقاه بما فيهم فرحات، يجوا لجو فرحات، علاش اخترته فرحات ولا هو اختارني؟ بعد تعرف زوز نختاروا بعضنا، كان يجوا لجو كان نادر هو يديريجي نجي نغنق الناس كل حافظه النص نتاعها. ويريبيتي مع شامه مع خواته مع فرحات مع كل واحد كان هو شادد النص وهو كان يعمل في الاخراج نتاعه. بركل عليه هو فما انت يمكن تكتب له الدوره نتاعو، اما هو الاكسل يحاول معناها باش يعطي من روحه ويعطي الاضافه، وهذا هو اللي الفرق ما بين ساعة ممثل وممثل والا بين ولد صغير ولد داخل. تلقى اللي يتفاعل ويخرج الجرينتا اللي عنده ويخرج لي زيموسيون، وفما اللي يتعدى بارد سارد. اما في كل حال الاطفال يمس البراءة كي تتفرج فيهم يمسوا الطفولة نتاعنا، هكا علاش نتأثروا. وكي تتفرج في طفل صغير يمثل وتشوفوا فيه هكا مواقف واحد كل تحس كأنك أنت تعيش معاه فك الدور، ترجع لك دي سوفينير، ترجع لك حاجات متاع صغر قهرة وانت صارت لك وانت صغير، كما انت قلت على صبات عيد، على هي حاجة هكا تمنيتها أنه الطفلة تشري عروسة ولا تمنيتها وما شريتهاش. أول ما نقول أنا والحكاية هذه ما تجيت في فرصة أي أي أما راهو ما تنجمو نتحرموا برشا حاجات، لكن ما يهمش شخصية. قصدي كي تفرج في شخصية تاع طفل صغير، في طفل صغير والمعاناة نتاعو تأثر فينا وإحنا كبار، فك الطفل اللي داخلنا ونحسوها دوبلومون. أي. علاش قلت لك انا نتفرج ونعاود نتفرج اشاك فوا نبكي على حاجه من السوفينير. امال هون معناتها انا السر في الخدمه مع الاطفال يظهر لي ما يلزمكش تمسهم برشا، في نفس الوقت يفو ترافايي بطريقه اللي تخلي الوليد الصغير يرجع لنفسه. تعرف الاطفال مع علاقتهم مع التصوير ومع المحيط الخارجي ديما يحبوا يهرجوا، لكن كيفاش باش ترجع للشخصيه يرجع لنفسه؟ خاطر مش يفا جوي سون بروبر رول، مش يفا با جوي ان اوتر رول. ولاد صغير ما يعرفش يعمل حاجه اخرى، يعرف كان يحكي على نفسه. نادر كنت نتعبه حتى يقلق من يفشل يرجع لنفسه. كي يرجع لنفسه اون كومونس لو تورناج. انا ناكد لك بعض مرات خاطر كل دمعه في الفيلم هذا وكل ضحكه وكل تفنيشه وكل واحد خارجه من روحه من حياته، من معناتها لو فيلم هذا اثر فيه نادر. راهو انا حكيت معاهم بعد وكل شيء، معناتها ومشينا لباريس، معناتها كان العرض الاول في لا ميزون دو موند عرب، وكان احتفاء بنادر عالمي وقتها في في باريس. حياته تبدلت الى في نوفون، راهو وقتها عمل الفيلم هذا. نادر نتذكر انا مشهد من المشاهد من الطرائف نتاع التصوير اللي هو مش يمشي يلوج الصباط قدام الهرب من الدار ومشى للحانوت في الليل يجري هذيك الوليد. انا كنت مشهد مهم جدا ليا، معناتها حضرت روحي للتصوير، وكان معايا سفيان الفاني، كانت معناتها فريق كمان متميز اللي كانوا معايا، وانا حضرت وطلبت من سي كوشباتي وقتها. قلت له سي كوشباتي بربي احنا تو تعبنا وكل شيء، جيب لنا ميلفوي، جيب لنا جاتو، خلينا جبنا. قلت له بربي هو برك هو ما تجيبلوش لاني مانيش راضي على خدمته. وطفيت عليه الضوء ما قعدتش نحكي معاه. جاب هو الميلفوي ودار الميلفوي والناس كل تاكل، لا هو انا قاعد ناكل قدامه مسكين ولدي. وقلت له تاخوش الميلفوي؟ قال لي ما ناخوش. ومشينا للكاميرا، قلت له يا مره نمشوا نخدموا. وكنت متاكد اللي نادر تجم تي راجل الدموع نتاعو تولي راجل، معناتها تجم تعمل هكا تقوي تنقص حاضر لاي مشهد كان. وبدينا نصوروا، دك حطيت لك الغصه هذيك نتاع ليش من الفايق قبل التصوير. شوف وبدينا نصوروا المشهد، احنا قاعدين نصوروا عملنا المشهد الاول المشهد الثاني، وحبيت ناخذ تقول انت مشهد في اكسي دو لارم معناتها برشا دموع. ونزلت راه بعد مرات يلا معناتها كي نعمل معناتها نعرف معناتها لو لونجاج ولا ما بيني وبينه واضح انا ونادر. قام يبكي برشا، قام يبكي 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 خرج اللي في قلبه. معناتها سيتي واو سيتي لا فان، معناتها النهارين الثلاثه الاخرانيين تاع التصوير. جيت مراه قالت شكون الوليد وش بكم معذبين وين يمه؟ انا خفت كمخرج، قلت بكش انا معناتها نازل برشا على كثرت لها بالكش، تعديت لمرحله اخرى اللي انا تجاوزتني، معناتها قلت بالكش معناتها نوع من العنف عملت عليه.
سكت انا البت في بلاصتي سكت، والمراه تعارك فينا ودرا شنو، والوليد شكون وذايا ودرا شنو. يقوم هو يتكلم يقول لها يا مدام رانا قاعدين نصوروا وانت فزت لنا المشهد. وقت ذاك انا فهمت اللي نادر لا 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 التليباتي ما بينه وما بينه، معناتها يفهم اللي انا مش ساعتيه الميل باسكو خاطر انا نحضر فيه المشهد معين. اذا الصباح نبوسوا ونعنقوا ونقوموا نستحوا راهو يعرف هذاك مشهد مش يكون اكثر جويو واكثر فيه فرحه وكل شيء. الى كومبري طريقتي في التعامل ويحضر روحه. ماذا كان نبوسوا وقت لازم تعدي له ليزون بوزيتيف تعديهم له، لازم تعدي له ليزون نيجاتيف تعديهم وتسانس بيا. وكانت اجابته اكثر راحه نفسيه لنفسي، معناتها ارتحت لاني كنت صادق مع نادر. ما عمري ما خنته، ما عمري ما استغليته، ما عمري. وهذاك نادر، هذاك نادر اللي شفناه في الفيلم، هذاك نادر، هذاك فيلم صبات العيد، خواته كيف كيف، الكبار كيف كيف، كل واحد شارك في الفيلم هذا تقني او فني، هما اللي خلقوه الفيلم هذا. انا يظهر لي حتى الفيلم إل مي ديباس. أسرت ماما كي كان فما كاهن عطية وسي في المونتاج ما ننساوهاش، الميكساج هاشمي جولاق، معناتها كوميم يافي اون تري بوني. لا مش الهاشمي، كان سامي بن غربيه في الميكساج. معناتها il y avait une très bonne équipe, il y avait une très bonne énergie, un vrai producteur اسمه نجيب عياد. وهذاك اللي يخلق فيلم اون 35 ملم، هو اخر فيلم تصور اون 35 ملم في تونس. سيد احمد تشاطرني انه ينجم يكون كما قال هو عندك اقوى ايكيب تكنيك، معناها من لي مونتور، مدير تصوير، الكاميرامان، كل شيء، لكن ينجم الفيلم ما ينجحش. شنو السر الخلطة اللي خليت الفيلم ينجح؟ على خاطر مش بشرط هي التقنية في الفيلم نتاعو اللي ماسنا، مش التقنية ما تبعنيش باش نشوفوا قداش عمل بلونيت وش ورانا ولا برشا فحات وبرشا خاطر فما اللي يفوحوا ياسر من داخل ما تلقاش شيء. حنا صاروا دقاخيط نقولينا هو اللي سوابع من سوابع ومخ يخدم. وانا نتصور اللي الكاستينج عملية قوية برشا، خاطر الكاستينغ هو زاد من اسباب النجاح ولا الفشل. ساعه تختار مراه باش تمثل دور باش تنتقم وباش تعمل، تتعدي لك بارده سارده ما تحسش. هو ولاد صغير كي خدم وعمل معاه شويه كل السيكولوجي، خلا خدم له على السيكولوجي نتاعو. هو كان ما جاش عنده كان ما جاش مخرج او سيكولوج هذاك، ما ينجمش. راني فلاح لا ما ينجمش، خاطر توا انا حبيت نساله في الفيلم وقت اللي انت تعاود الاعادات قداش من اعاده باش معناها لقيتوا اللي شيء قاعد يعطي فيك اللي تحب انت. معناها قداش من اعاده، خاطر نعرف برشا ممثلين مشيت معاهم النار راهو ساعه يعيفوه المخرج في روحه بالاعادات. فما ممثلين زيدا، فما ممثلين يعيفوا رواحهم بالمعاود على خاطر ممثلين اخرين ما همش ممثلين. ما يجيبوا ساعة واحد هكا اللي باش يعديوا به نهارتها حاجة، يفسد لهم الخدمة كل. ولا يجيب واحد اماتار اللي ماهوش ما تحسش عنده الإضافة. هذا علاش أنا نقول لك قديش يقعد معاك. معناها نحكيو على الإعادات اللي تعملت، معناها قداش من اعاده وشنو انا تاريخ العمل استعمد اللي هو سي كلاسيك. معناتها مانيش في معناتها في خدمتي انا نحضر برشا. اش معناتها؟ معناتها كيف نختار طفلي، نختار الوليد الصغير نتاعي ولا البطل الفيلم في اي فيلم، نبدا نكون في العائله. كي نكون العائله نمشيو للرقح، انا نمشي للرقح، معناتها نمشي بوغ اون ريبيتيسيون بوندون شهر شهرين في فيلم قدحه، ثلاثه شهور تحضير راهو في ساله المونديال، واحنا نعاودوا بوغ اكريغ الديالوج النص الواحد اللي الكلمه اللي تخرج من فم الممثله والكلمه اللي يقولها الوليد الصغير ما عادش يقولها النص. انا تعديت خرجت من الواحد والسيناريست خرج، معناتها ماشيين الكتابه الاخيره لي ديكور، نمشيو نعملوا اون ريبيت سور لي ديكور. معناتها انا يظهر لي هو التحضير ما فماش ان ديزيكيليبر ما بين الممثلين. معناتها كي نقول لك انا اي ممثل لازم يجي ونقعدوا مع بعضنا، ما فماش انت خايف من الممثل تقول هذا ممثل كبير ممثل صغير، ما عنديش الحكايه هذه. انا عندي العجنه تبدا صحيحه وخصوصا لو بوان دو فيو، خاطر صبات العيد سي من وجهه نظر قدحه،
من وجهة نظر نادر من وجهة نظر نادر كل أفلامي معناتها نخدم على وجهة نظر اللي هي وجهة نظر الطفل معناتها وهذاك يمكن اللي يوصل الشيء الإحساس لأني نخليك وقتاش تدخل في الولايات وقتاش تعيش معاه وقتاش نخرجك منه باش تغزله من بعيد وهذاك اللي يمكن يخلي لسبيكتاتور ان بيرسوناج امبورطون ويعيش التجربة متاع الولايد من داخل من وسط الولايد مي او ميم طون يخرج منه باش يغزله يليفوليو قدام لي وهذيك في الكتابة راهو كلها كتابة سينمائية كتابة السنة. بصرية كتابة بصرية ولا ريبيتيسيون بعد مرات تلقاني في الليكسي انا ومشكلتي في الليكسي انا مش مشكلتي في الاقل لاني الاقل موجود معناتها نخاف من الليكسي نخاف اللي يخالط الدور معناتها تلقى الوليد يبدا يهرج ولا يبدا يصيح خاطر اخطر من اخطر الاشياء تلقى الممثل يبدا يصيح يطلع صوته يطلع صوته يضيع الدور كله براني يليد ولا لانتربريتاسيون تحس رغم انهم صغار الاولاد كلهم فما بوكو دو روتوني في الجو نتاعهم معناها سي غراس ا توا هذا ظاهر معناها فما ديريكسيون داكتور قويه ياسر سي لا دينيتي مدام معناتها انا يظل لي امال سي لا دينيتي كل ممثل عنده لا دينيتي نتاعو راهو قبل التصوير راهو نحكي قبل التصوير ملي نقابل انا ما نعملش كاستينغ راهو انا حاجتي بامال نعيط الامال حاجتي بعبيد في الشارع وخدش مره نقوى انا في فيلم قطحه خديت مراه قابلتها فوق قنطره بنزرت مسكره قنطره ما عندها حتى علاقه بالتمثيل لكن تنشوفوها وشافوها العبيد اي سيتي ان بيرسوناج امبورطون دون لو فيلم خاطر خدمنا وحضرناها وكل شيء انا يظهر لي احترام الممثلين هو الساس تحترمهم راهو يسون تري فراجيل الممثلين اذا تقعدوا بحاجه وتجبد بيه راهو تدخلوا بعضه تنجم تعدي له عام مريض معناتها دونك جو في تري اتونسيون وما نوعدش اذا نوعد نوفي حتى مانيش كونفانكو لكن غارمون مانيش كونفانكو نحاول ما نعطي كلمتي للممثل الا ما نبدا مقتنع على الاقل 90% انا باش نسالك سؤال انت من اكثر المخرجين المساعدين المخرجين اللي خدمت في برشا افلام صح. كمساعد مخرج فوق ال 50 تقريبا فيلم كديريكتور دو كاستينغ جانب وتوانسه براتيكمون خدمت مع المخرجين الكل سي فري لكن المخرجين اللي خدمت معاهم هذوما ما خدموش على الطفوله اي مي كنت معناتها كنت خليني نكمل لك السؤال اي كنت تخدم معاهم في افلام كلهم تاع ناس كبار تاع مشاكل الناس الكبيره شنو معناها بعد كل فيكو هذيك الكل در قداش من سنه والتجربه هذيك الكل عملت وقفه وبديت تعمل في الاخراج الافلام نتاعك واهتميت بالطفوله شنو اللي خلاك تختار ساق لم اللي ما يخدموش فيه ولا ما فماش مخرجين ياسر خلينا خدموا على الطفوله بار الزرن في السيده هكا شويه مي مش الطفوله فيلم. اي مش الطفوله العمار اللي تخدم فيهم مشيت للادوليسونس انت هو في لادوليسونس دونك شنو ليليمون ديكلونشور ولا من الاول انت هذاك كان التوجه نتاعك اللي ناويه كمخرج باش تعمله معناها نحب نعرف يا لاندرا فما حاجه خلتك تمشي للافلام الطفوله وتتخصص فيها يعني وليت نحسوك انت وليت مختص افلامك كلها الطفوله تقريبا معناتها مش اختياري راهو الشيء هذا معناتها انا كيف تقول لي قلم انا ما نحبش كلمه قلم لاني مانيش في القلمات انا عندي سينما نعمل فيها تقلم هو القلم هو الكتابه نعرف القلم هو كتابه نعرف انا فاهمك لكن معناها واحد باش يبدا يكتب فيلم يبدا بورقه وستيل وفكره لكن هو نقول لك حاجه راهو كيما الشباك كيما البيت نعرف ما فاهمك انا جوست باش نصحح المعلومات ما صعبك انيس هو كي الشباك إذا تحلوا ما عادش لازم تسكروا على الأطفال. معناتها حكاية تهزك الحكاية. لأني نعرض أفلامي معناتها خلقت ما يقارب 15 مهرجان للأطفال في الجمهورية التونسية. هذه طنجيه عاد العمايل اللي خلقت مهرجان في سلطنة عمان. معناتها خلقت لي جي سي سي كيدز في الدورة الأخيرة. صحيح. معناتها يظهر لي مشروع كامل. معناتها تبدأ حكاية بتجربة تتطور التجربة. وليت ليه دار فيه أنت تو. ليه تتطور التجربة ما عادش لازم تخرج منها لأنهم يعيطوا لك الأطفال. الطفولة اليوم مهمشة اليوم أكثر احتياج اليوم لتوصيل صوتهم اليوم. راهو الأطفال عندنا 4 ملايين طفل في تونس. ثلث المجموعة الوطنية أطفال. عندهم شي مشروع خاص بهم في التلفزيون أو في السينما ما عندهمش كوتا. في المسرح عندهم كوتا مسرح للأطفال. في السينما ما عندهمش. وهذه عركتي مع الوزاره ومع السي ان سي كيفاش ما نخلقوش 4 ملايين عندهم الحق في دو لون ميتراج بارون بصيف عليكم معناتها سي لوغ دو روا
معناتها يلزم نحمي الطفوله، هذا من حقهم، حق حق الصوره، حق ثابت حتى في الدستور. معناتها ما تنجمش اليوم ما عندهمش صوره، ما عندهمش افلام يتفرجوا في. انت افلامك تاخذ فيهم في دعم؟ الحمد لله. هي الحمد لله، لانه انت مشيت في ثنيه سيفريك كي تعمل حاجه للطفوله وما ثمش ناس اخرين قادمين على مشاريع للطفوله، دونك على القليله ضامن انه باش يدعموا. لا مانيش في الشيء هذا، انا ماذا بيا 10 يوليو كيفي، لان الاطفال محتاجين ل 10 افلام في السنه، محتاجين اكثر تجارب، لازم يشوفوا رواحهم. حتى المهرجان يولي فما اكثر من مخرج يشارك فيه زاد. راهو فما تجارب، لكن شريط قصير، الباهي عمل شريط طويل، انا عامل 14 فيلم، حتى الوثائقيات، معناتها اليوم نصور في فيلم على الطفوله. ان شاء الله نكتشفوه، اسمه حدود الله، سيتون انفونس اكسبسيونيل، مره هذه تعديت نوع اخر من الطفوله. اليوم انا يظهر لي ومش في تونس برك، راه في العالم العربي لا فما قنوات تلفزيونيه مخصصه للاطفال، لا مهرجانات للاطفال، ما فما حتى شيء، حتى مهرجان سوسه الفيفاج بح مشى معنا جي. فما تقصير كبير. معناتها انا هذا اللي يغيظني في عصر الصوره، اللي ولادنا ولا عندهم معناتها الصوره في متناولهم في البورتابل نتاعه، وهو اليوم ما عنده حتى حاجز مع الصوره، هو يدخل في الارهاب، في الـ في الـ في الجنس، في اي بلاصه حاب يمشي لها يدخل لها، ما حاجته بحتى حد يردعه وعنده علاقه. يلزمك تربيه، يلزمك تربيه يصنع الصوره ويقرا الصوره باش هو يجم يتعامل معها. احنا اليوم في فقر كبير ياسر للصوره، عدم ادراج السينما في المدارس الابتدائيه راهو خطر على اطفالنا، لانهم ما يعرفوش يتعاملوا مع الصوره، ما يعرفوش يقراوها وما يعرفوش يصنعوها. إدراج الصورة في التكوين المهني، اليوم أنا عندي مشروع وخلقنا مهرجان السينما في التكوين المهني، يمكن أول مهرجان سينمائي في العالم، السينما والتكوين المهني خلقناه في تونس. معناتها وهذا كل لأني متأكد قد ما تعدي أفلام كما صابت العيد، الأطفال تجم تمنع وليد اثنين ثلاثة، لكن يد بركة ما تصفقش، ماذا بيا الشيء يتواصل. أنا اليوم عندي مشروع أكبر، لأنه تصنع فيلم ما يكفيش، تصنع فيلم ما يكفيش، عندي مشروع اسمه الأربع فصول السينما والطفل، لأني بما أني سافر في العالم ونتجول ونشوف أهم الإنتاجات الموجهة للأطفال في العالم، ماذا بيا أنا كل فصل نختار مجموعة من الأفلام الأهم في العالم نعرضوها في تونس لأطفالنا، على الأقل يشوفوا شيء من مستوى من 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 معناتها من وجهة نظرهم في مستوى ذكائهم، باش هما على الأقل يجموا يتوجدوا بطريقتهم ويفتخروا بتونسهم وبقريتهم وبمكلتهم وبحوايج جماتهم وغيرهم. معناتها راهو العمل اليوم على الطفوله عمل دقيق، وهذا يلزمه امكانيات الدوله، ما نجمش وحدي. صحيح، والحصه معاك يلزمها مجهود كبير. على خاطر انت ما تسكتش. افكارش متواصله، الواحد ما ينجمش يقص عليه. نجم عنده طفوله معناتها مشكله. نحبوا سي. نحب نقول له حاجه. اي تفضل تفضل. انيس، معناها انت تقريبا تفرغت للافلام الطفوله وخارق العاده هذا، ما عندكش في نفسك وانك تعمل فيلم روائي؟ من خاطر انا زاد نحس على الروائيين اللي عندنا في تونس واللي ناجحين رواياتهم ولكن ما فماش كون يلتفت لهم. معناها علاش يقول قائل بالخبره اللي ولات عندك بالافكار اللي عندك، علاش ما تعملش فيلم روائي مقتبس متاخذه من روايه تونسيه حديثه ولا غيره؟ وانت معناها تعرف عندنا العديد الكتاب في كل عام ياخذوا جوائز في تونس، ياخذوا في الامارات، ياخذوا في السعوديه، ولكن ولا واحد يجي باش يعملها، يعمل منه فيلم. يا اما تلقى المخرج اللي هو ولا يكتب يولي يعمل الفيلم، والا واحد يجيب له الفكره وهو يعاود يعمل. يعني اما ما لقيتش شكون اللي يخرج من الروايه، اللي يعمل روايه وتكون هي اصل الحكايه هي روايه. معناها انت تجربتك بها تجيب واحد يقول له بالله اكتب لي، يكتب لك. اما لا، فما روايات ممتازه. انت عندك حسنين بن عمو، انا اعتبره مظلوم في بلادنا، مظلوم تاريخيا عنده اعمال معناها ينجم يكونوا معناها كما في مصر ولا خير من مصر، ولكن ما نعرفش علاش ولا واحد يلتفت لهم ولا واحد يتلهى بهم. هما قاعدين يقتبسوا للتلفزيون، معناتها نعرف سي بن عمو عنده اقتباس للتلفزيون في مسلسل اظن، لكن انا اظن المشكله اصعب من الشيء هذا، لانك اذا ما فماش سينما موجهه للطفل ما فماش ادب
وكتابة موجهة للطفل. إذا أنت تقول لي شكون آخر كتب للأطفال؟ شكون في تونس؟ يمكن أنا نقول العروي آخر واحد، لأنه التجارب اللي جت من بعد كلها بسيطة، ولا فما مشكلة في التوزيع، ما وصلتش الكتب هذه اللي ما وصلتش للطفولة. نحكي لك من وجهة نظر الأطفال، كما سندي باد البحري، كما معناتها أنا يظهر لي فما تقصير في الكتابة، وفماش تشجيع على الكتابة للأطفال وللأطفال. معناتها هذا كل ينعكس على السينما. معناتها أنا مذهبية أنا وش خص، أنا قريت برشا حاجات، ولكن ما فما انديكالاج ما بين الكتابات اللي قريتهم وما بين الحقيقة الموجودة في تونس. معناتها اليوم الأطفال متاعنا معناتها وضعيتهم في خطر. أنا مثلا الفيلم الجاي اللي أخرجته وكملته اسمه لودينج، والطفولة وين هزتني الطفولة هزتني للفساد. لأنه اليوم الأطفال إذا عندهم مشكلة ويجموا يمنعوا هو القضاء على الفساد، لأنه فساد في التعليم كبير ياسر، الفساد في الإدارة كبير ياسر، الفساد في الصحة كبير ياسر، الفساد في البوليس كبير ياسر. معناتها يلزمنا نحكيه وكل واحد يعرف راه مش جديد. معناتها كيف وليد صغير يعيش تجربة فساد في التعليم بتاعه، في التربية، أي في التربية، إذا الطفل اليوم يعيش تجربة فساد، بوه عطى 10,000 للمعلم، ولا عطاه فلوس، ولا أخذ باش ياخذ امتحان، ولا رابوه يعطي فلوس للشرطي في الأمن، ولا هو يعرض، ولا بوه يعرض فلوس على شرطي، والشرطي مسكين يلقى روحه في أحراج، وبعديك يقبل ولا ما يقبلش. هذا الكل كيفاش يراه الطفل؟ وهذا موضوع فيلم لودينغ، هو الفساد من وجهة نظر جديد، فيلم جديد كملناه تصوير، كملناه وحاضر فيه محمد علي النادي، فيه معز التومي، وفيه سلاح مصدق، واخترت أبطال تقول أنت الناس معروفة وممثلين من معروفين وعندهم قيمة، لأنه الموضوع يمس الناس الكل، وماذا بيا ما نحملوش كان وحدي، يمكن أصواتهم توصل أحسن مني أنا، لأنه ما هوش مشروعي، هو مشروع أطفال. أنا تعرف بعد مرات وليت النادي الأطفال بعد الفيلم هذا إن شاء الله نشوفوه، الحملة الوطنية للأطفال لمقاومة الفساد، لأنهم إذا يحبوا يمنعوا رواحهم برواحهم، اليوم عندهم الصورة والسلاح متاع الصورة، يجموا يستعملوه في البون سانس، يجموا هم يصوروا الفساد متاع أبوهم، متاع أمهم، متاع المعلم، متاع الأستاذ، متاع الشارع، البقال، النجار، أي واحد. أما الطفولة اللي تحكي فيها مش يمنعوا رواحهم، لأن الطفولة فما ليه ماهيش حرب، ليه في العائلات، ليه ميسالش أنا نأكد لك على الأقل نستحضر رواحنا، ولا باندي ولا مش سارق يواجه أبوه، ليه يواجه أبوه، هذا بعض مرات ما نربش رواحنا، أنا الصورة الأولاد الآخرين يتأثروا، ليه ميسالش أنا نأكد لك، لأنهم في خطر. على كل 10 حارقين فما 4 أطفال، أطفالنا ما عادش تأمن بين تونس، ما عادش تأمن بتونس، إذا أنت كل 10 حارقين، وهذوما اللي شيفهم تاع وزارة الداخلية ووزارة المرأة، 4 أطفال، معناتها أطفالنا ولاو هاربين من تونس، ما عادش يحلموا بتونس، خويا على الأقل ياخذوا بزمام الأمور، ياخذوا بالقوس وهما يشدوا الوحدة ويمنعوا أنفسهم ويمنعوا تونسهم، إذا والديهم غارقين في الفساد وسانسوا بالفساد، وليت سي أن مود دو في الفساد في تونس. على الاقل هما ولا يخرجوا ولا نعطيهم الحق يخرجوا، نوليو نعملوا رحلات منظمه للاطفال للخروج من تونس. انا يظهر لي الخدمه اللي انت تخدم فيها مهمه ياسر برشا على الطفوله ولازمتنا، خاصه يعني واحنا وصلنا مسينا القاعنة نقول، فهمت؟ فما خوف كبير ياسر، لانه الطفوله اليوم الاولاد اللي في الدار خاصه ولد عنا البلاي ستيشن في الدار، الألعاب الفيديو اللي هي زادة تعتبر أفلام. شنو كي تتفرج تحل الباب باش تشوف صغيرك شي يلعب، ماشي في الثنية في يده فرد، حتى ما كلموش يقتلوا، كلها قاتل ومقتول، قاتل ومقتول، وهذا انعكس على حياة الطفل في الحياة. اليوم برك وانا جاي في الثنية نسمع في الراديو يحكيوا على اولاد شدوا لي داخل باش فكوا له بورتابل نتاعو، هرسوه، الجمجمه نتاعو فشخوا له، معناها معناتها
وصلنا لدرجة من العنف الأطفال ما بين معاضهم التنمر هذية ونفك اللي عند صاحبي وكان يمكن جاي عنده فرد ريال يمكن يقتلوا كما عمل في الجو وصارت في تونس فانت... ما صارتش المعلم اللي ضربوه بسكينة وغيره ما شفناش قاعدين نشوفوا معناها ولاو يخزروا للشخصيات الأخرى في الحياة ديسيبل باش نفك لك الكهرباء نكمل انا بها الموتور اللي انت تسوق فيها في الجو راهو هذايا موجود في الجو نفك لك مختر برشا ناخذ لك فهمت انت تسوق في طنق انا نفك لك تسوق في طياره نفكها لك تسوق بالحق هكا من ساعات نحط عيني باش نشوف شنو نوعيه الالعاب اللي تتحط للاولاد ما عادش الالعاب نتاع احنا قبل نتاع سالي ونتاع ريمي ونتاع فيهم العلاقات الاسريه والمحبه وكيفاش تصير الطفل في المجتمع فما عنف كبير قاعد يسندط على صغار نحن مش فايقين أم تعطي بلاي لولدها تعرفش شنو الجو اللي فيه شنو المساج اللي متعدي في جرته أنا تحت منه هكا مو محشي في الدار موشي يتهمل في الشارع هكا هذا هو أفلامك حلت لنا أخويا باب العارش بالحق يزمنا نعملوا أكثر حل... أي أنت يعطيك صحة اللي حليت الباب وأنه ولينا نحكيه على الطفل اليوم وما عادش عنا خوف من الطفل وما عادش عنا حشمة من الطفل فهمت فما نستخاف من الطفل راه يخاف حتى من روحه هو ماذا به الطفل اللي فيه كان يقى كيفاش يدفنه لأنه بالنسبة لي الميزيريا والضعف والمعاناة اللي عاناها في صغره ماذا به بابه يسكره لأنه هو هي بيدا كانت ذي مواضيع تابو ما يحكيوهاش يحكيوش برشا حاجات ما يحكيوش تو الحرقة ما تو زعم ولينا نخرج ونوريه الحرق أنا اللي نحب نقوله أنه الولد الصغير راهو كيما الباتا مودلي كيفاش تطوع وكيفاش تعمله أنا نسأل سؤال وزارة الشباب والرياضة وزارة الثقافة دور الثقافة ودور الشباب والرياضة شنو اللي قاعدين يوريو شنو اللي قاعدين يعلموا فما دور محلولة وهي مسكرة معناها محلولة ببان واحد وإدارة وفلوس ولكن ما فيها حتى نشاط دار الشباب ما فيها حتى نشاط يعني إذا كان هذه اللي الدولة حتى فلوس وحتى إمكانيات ومنشطين وغيره ما يخرجوا في حتى شيء سيكو احنا فاشلين الدولة فاشلة وإذا كان يتواصل هذا معناها كان نجيب أنا فيلم هذا نموله ونعطيه أكثر خاطر هذا الفيلم مدعوم ولكن يزمك الدعمه أكثر باش يوصل أكثر للأطفال على خاطر أغلى الولد أغلى يزمك توصله كما يلزم الولد الصغير ما معناه ولده أنا قلت كما تعمل أنت كيفاش باش ساس بانيا متاع إنسان نهار إيه وهم ياسا احنا كنا صغار نلعبوا هاو تصاور هاو بيس هاو زربوت هاو طو انت تحكي على البلاي ستيشن انت طو تحلم على تحكي على البلاي ستيشن البلاي ستيشن اتطور ولات حاجات أخرى ولات هالمشاهد اللي الرعب والمشاهد القتل والمشاهد يحبوا نعملوهم اليوم تلبس مرايات وتعيش في عالم خيالي ما عادش تقعد تلعب هكا وتبدأ كلك تفبري بثلاث أربع سوايع وانت مسكر على روحك باب وتغزر في مربع حياتك الكل تتعدى في مربع فهمت اليوم ولا معناها أكثر معناها شو اسمها الرياليتي فيرتوال معناها ولات بتلبس لونات وتعيش في 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 مخترع انا يظهر لي معناتها كي نحكيو على رياليتي فيرتوال ولا لي جو فيديو ولا غيره معناتها يلزمنا نصنعوا تصاور في مستوى ذكاء اطفالنا باش يهتموا بنا اذا ما خاطر ولدنا ولا منفتح على العالم كيما يتفرج في المانجا كيما يتفرج في معناتها لي سيري اوروبيان ولا الافلام الاوروبيه اللي قاعد تنتج باموال طائله او امريكيه او غيره او صينيه ما تنجمش انت تعمل له اقل من الشيء اللي شافه يلزمك تقعد في المستوى الذكاء نتاعو وهذايا انا راهو الوزارات بصفه عامه وزاره التربيه وزاره الثقافه وكل شيء قاعدين يبذلوا في مجهود كبير راهو مش المجهود لكن الشيء تاكل معناتها ضعفت الدوله يظهر لي فما انا نسميها الفساد الاداري فهمتني هو اللي نهك الدوله معناتها وهذا لازم نحكيوا عليه نجموش نقعدوا احنا نحكيوا ديما كل شيء سافا بيان معناتها انا هو نعطيك متى اشياء انا كي دخلت في مهرجان كارتاج وشفت معناتها فما فساد اداري تحب ولا تكره وتعرف شنو الفساد الاداري موش فلوس ودرا شنو معناتها تلقى لي سالير الكبار معناتها فما برشا حاجات تتصرف بالدوبل انت تخدم في وزاره الثقافه وتزيد تاخذ فلوس على مهرجان فاش قام معناتها فما انا يظهر لي فما
فما تجاوزات وفما وليت تقول انت وليت كيما مستنسين هاو نخدم مهرجان قرطاج وبعدك مهرجان سوسة ومهرجان وناس تتنقلوا وهما بيدهم عاد نجموا نخدموا ناس بطالة ما تنجم تخلق عباد اخرين معناتها انا يظهر لي يلزمنا نقاوموا هل التجمعات هذه خدمة تولي كل وزارة عندها تجمعاتها في نقابات يا بابا وزير يطيروه صحيت يطيروا الوزير يعرقلوك ما تمشيش أنا نجم عشان ناخذ شي فونسيون انا شوف انا شوف اختي العزيزة انا كيف نقول اطفال انا كي نقول اطفال باش تنجم توصل صورة الطفل يلزمك تحكي بلسان مطلوق لانه الطفل يراك غلط ويغزر لك وينقدك اذا تخلي له بلاصه للنقد انت تحس بالصدق نتاعك انت النوادي الاطفال والرياضه معناتها النوادي الرياضيه وينهم انا اليوم المشكله في تونس هي الهوه الاجتماعيه فما بين الطبقات فما طبقات ولات عندها اكثر امكانيات في البريفي ناس كل بالفلوس الرياضه بالفلوس والمسرح بالفلوس والسينما بالفلوس والتعليم بالفلوس والصحه بالفلوس والاخرين ما عندهم شيء بعد يلزمهم يمشوا لمكتسبات الدولة اللي هي انهكت معناتها تلقى الهوة كبيرة انا مرة سخفتني طفلة وأثرت فيا عملت كومنتير هبطته على الفيسبوك قالت في الصيف وقت راحتنا معناتها ما فماش قراية التلفز الكل تسكر وتعدي وتسخنوا في البيت اللي تفرجنا فيه وما نلقاوش احنا لا عنا وين نخرجوا لعنا وين نسهروا لعنا مهرجانات لعنا ما عندناش حتى بلاصه مثلا ان سباس فير بنجموا نقعدوا فيه عايشين يعني الناس تعيش في الارياف والناس تعيش في لا عندهم لا الامكانيات باش يصرفوا ويقعدوا ايوه ولا عندهم البلايص ويمشي يمشي يقعدوا معناها تقول لك كيفاش احنا في الصيف تنساونا تحرمونا من البرمجه ما عندنا حتى شيء برنامج للصيف نتفرجوا فيه به هذا قوس خنسكروش جست هذه حبيت نسالك في الفيلم وانا نتفرج فيه الفيلم تاعك قبيله خدمت برشا عملت صور المتحركه اللي هي خدمه هذه في حد ذاتها حاجه اخرى اللي هي مزج العالم الخيالي متاع الطفل وقت اللي يغطي راسه بالملحفه ولا وقت اللي يبدا يسرح فوق البلان هذيك قدامه والعالم الداخلي متاعه صور متحركه مش صور حقيقيه ياسر هذا نشكر رنيس مزالي اللي هو كان معايا في التجربه هذه لانه تجربه الصور المتحركه كانت صعيبه احنا عملناها اون 2011-2012 وقت الامكانيات كانت بسيطه راهو ما عندناش ناس مختصين كنا نيس مزالي اللي قعدنا ما يقارب 6 اشهر واحنا نعملوا في صعيبة. لي 5 مينوت ولا لي 6 مينوت خاطر كانت ايماج باغ ايماج ولكن كانت فما اون ايكيب واحده اللي خلاو الحلمه نتاعي توصل جوسكو بو راهو يلزم انتاج وفيه فلوس مقابلتها فلوس هكا ديسانيمي غوزمون فما سي نجيب عياد وقتها وقال باهي امشيو في الـ في الـ في النهج هذايا انا يظهر لي ديسانيمي سي معناتها باش نعمل لا ديفيرونس ما بين الحلم والحلم اليقظ لانه انا بالنسبه لي الفيلم كله حلمه لكن فما حلمه في وسط الحلمه قلت كيفاش نوصلها بحاجه تقرب للطفل لانه الطفل يصور في الفيلم وريناه يصور الحصان ويصور كل معناتها تقريب له هل لونيفير نتاع الديسان دونك هذاك يخليه يحلم باش نفرق ما بين الحلمه اليقظه والحلمه اللي يعيشها وانت قعدت متاثره قرينة الشلواش و والله كبرنا مع محليهم هذيك نقرز زهويلي علاش قلت لك في داخله ما انا حاب يوصل هذيك على خاطر السلسلات هذوك محليهم اللي معناها كانوا يشدوا للصغيرات مدبلجين بالتونسي واللي ماهمش بالتونسي معناها فريمون شيء روعه كانت الصغيرات الكل يتبلو ما عادش يمشي لا يلعب كره لبرا يقول لك جاء الوقت احنا توا انت قبيلك تحكي على الصيف مع الناش علاش ما عندناش؟ فماش انتاج. هذا كي نجي الانيس ونجي المخرج ما كانش تصلع التلفز قبل الوطنيه عمرها ما صلعت في الصيف. اي يقول حذر لنا حاجه سبيسيال للاولاد علاش لا؟ تدي كان تمشي حتى باش تعمل تغطيه الانشطه نتاع الكشافه نتاع المصايف. الاتليتيزم والسبار وكل شيء تلقى برشا حاجات. تعرف فماش واحد خرج بالكاميرا يمشي يوري ماتشوات الاطفال. ريتو ماتشوات كل يوم اسبيرونس اتوال شيخه فيها تشبع الضحك تصور لا وتشوف الوالدين كيفاش يتحمسوا كيفاش يسبوا كيفاش ولدي ما يلعبش راهو كان تشوف
سي تامبو حتى واحد ما جا لباله يعمل كاميرا برك ويمشي يصورهم ويخلي الكاميرا تتكلم. انا شفت فيديوهات لانيس انه يمشي للمدارس يمشي لدور الثقافه على طول وين فما الاطفال معناها خدام بالرسمي ويبخشت الفيلم ويعطي الميكرو للاطفال ونسمعوا الاطفال يتكلموا والاطفال يعبروا على مواقفهم متحمسين وحاسين الفيلم معناها حسيتك جندي هكا مجند للحكايه هذه. نحب الشيء اللي نعمل فيه اي شيء انا نحب الشيء اللي نعمل فيه خاطر تعرف كي تمشي للصغيرات انت تمشي مش لهم مش تكبر انت ليه هما يعطيوك هما راهو ثم حب كبير ياسر للاطفال لانهم كل واحد عنده حكايته وكل واحد عنده هواجسه وكل واحد عنده افكاره واحلامه وغيره معناتها تاخذ من عندهم كما هما ياخذوا من عندك. انا يظهر لي قرينه الشلواش والتلفزه والوطنيه والشيء اللي صار ما توصلش. انا كنت نتمنى تكون على قناه وطنيه للاطفال اللي فيها مسلسلاتهم وفيها الرياضه نتاعهم والحصص الدينيه اللي متفاهمين فيها. ليه يلزم راهو شوف راهو إيمان يلزم راهو تلفزه وطنيه للاطفال. هذا دور الدوله ماهوش دور الخواص. لان الخواص يجمو يوجهوا ورينا القنوات الاطفال المدينه فهمتني توجه ديني والاخر توجه كذا. انا يظهر لي هذا دور الدوله القنوات الاطفال لانها هي تسطر برشا حاجات للطفل. معناتها كي تشوف انت في العالم العربي خاصه ما تراهنلكش على الصغير تقول لك الصغير ما عندوش لفرانك. شوف اختي ما عندوش مش هو اللي باش يمشي يقضي لانه حتى كان لاحظت التلافز تاعته كلها تحلت ولا ريكلام كانك تحاول تحاول الاطفال. هذا دور انا يظهر لي الدوله هو دورها خلق القناه هذه وراهو مش في تونس برك راهو مش المشكل التونسي لا في المغرب ولا في موريتانيا ولا في الجزائر ولا في تونس ولا في السعوديه ولا في قطر ولا في حتى شيء. كانت فما الجزيره تشيلدرن كانت تنتج للحلم لو ريجيونال تقول انت هالمنطقه هذه واختفت وتقول شيء مبرمج. الوغ في فرنسا عندهم يمكن 6-7 قنوات للاطفال في ايطاليا عندهم 6-7 قنوات للاطفال في اليابان في فرنسا في معناتها الدول اللي هما يراهنوا على الطفوله ويبنيوا الاطفال نتاعهم كلهم عندهم قنوات للاطفال ميم ريجيونال. علاش احنا العرب بغنينا بفقيرنا ما فما حتى توجه للاطفال وتخرج عليه شيء مبرمج معناتها فما منهجه في الشيء هذا. يفتح يا سمسم شد للصغار الكل احنا كبار ونتفرجوا فيه تحيا السمسم يعدي لك الثقافه ويعدي لك الكلمات. كان جات فما قناه راهم قاعدين ينجوا راهم طوروا الانتاج نتاعهم لكن ما فماش قنوات مختصه ام بي جي راهو قناه وطنيه قناه وطنيه للاطفال كما وزاره الدفاع او الداخليه هي او وزاره التربيه لانها حاجه تربي بها 4 ملايين طفل. معناتها الطفوله تبدا من الطفوله الاولى 6 سنين حتى ل 18 سنه. لا والله كنا اطفال امام الاعمال اللي من النوع هذا كنا نرجعوا اطفال راه. حتى مهما كانت اعمارنا قدام ساعات تومي جيري ولا قدام قرينة شلواش كما قال هو ولا هذاك سي لو غيف دو لوتر. نعاود نرجعوا نتفرج وتلقى روحك تحبس تتفرج. هذاك سي لو غيف دو لوتر راهو انا مانيش ضد العولمه العالميه بلوتو. رانا احنا عندنا زربيتنا اللي هي تونس. الحلم يجب يكون تونسي فيه الهوية فيه الماكلة فيه اللبسة فيه الألعاب فيه اللغة الأغنية. أنت بصبات العيد سافرت مشيت حتى للشين هذا الفيلم كي دبلج الهندية ما تعرفوش اللي هو تونسي اي لكن الموضوع اللي ترقته ينجم يكون عالمي في اي بلاصه. هو يزم واحد انا بالنسبه لي انا الطفوله يزم تتشبث من الهويه نتاعها من القريه نتاعها من اللغه من تتشبث باي بالتاتواج باي حاجه بالدين فيما الدين اوسي خاطر ثقافه الدين هذا كله هو الهويه التونسيه بالفرنساويه نتاعها بالامازيغيه بالافريقيه راهو تونس خليط وسي ان كارفور تونس. لكن كي تتعب بالشيء هذا تجم تنطلق للعالميه لاني انا حتى السينما اللي متاثر بها ابار السينما التونسيه نحب السينما الايرانيه نحب عباس كيرستامي ونحسك نحب بناهي ونحب مجيدي ونحب مخمل باف وغيره. لكن في نفس الوقت الواقعيه الايطاليه اللي هي مهمة في حياتي لأني زولت كي مشيت نقرأ في إيطاليا هكا عيني تحلت على الواقعية الإيطالية معناتها وشفت الواقعية الإيطالية قداش خصت مكان للطفولة من الفولور دو لا بيسيكليت للأفلام حتى لليوم. صحيح معناتها راهو المانيش ماهوش توقوقع ومش معناتها واحد يسكر على روحه في تونس هو تتعبى بتونس باش تنطلق للعالمية.
يعطيك الصحة. من المحلية للعالمية. أي وقتنا وفاء. معناها إن شاء الله عيدكم مبروك. إن شاء الله التوانسة الكل إن شاء الله عيدوا مبروك وإن شاء الله يكونوا استمتعوا وإن شاء الله أطفال التوانسة وحتى في العالم العربي والعالم الإسلامي الكل يعيدوا وصبات العيد يكون موجود عندهم ربي ما يحرم حد. وإن شاء الله التوينسة زيدا ينظروا للناس اللي عندهم الأنفة وما يطلبوش لكن اللي قال العين بصيرة واليد قصيرة. معناها نخزر التوينسة اللي كيفنا اللي ما همش قادرين ولوليدات اللي يحبوا يحلموا بصبات العيد ويحلموا بكسوة العيد أنهم يفرحوا في هالعيد ذي المبارك علينا إن شاء الله. وإن شاء الله أيامنا كلها القديمة هو عيد الأطفال. يا رب هو عيد الأطفال بطبيعة الحال لما هيد دي ما تتعبين دي ما تعبليش بدي وخارجين من رمضان ديجا خالصين مخلصين. تحية الأمهات تونس الكل اللي طيبوا شهر رمضان كامل وعندهم يسير الحلو العيد اللي هو ورجال عندهم ملح العيد مش مشكلة احنا كنا عادي وكن سلكوا رمضان بالمصاريف وغلاء المعيشة اللي احنا فيها طو ونخلطوا نعيدوا للوليدات صغار ونفرحوا سيدنا زادة في العيد على شلي ونفرحوا رجالنا في العيد على شلي مهم ياسر. يعطيك الصحة سي أنيس أمتعتنا بهالفيلم هذا وفيلم قطحة إن شاء الله بعد ما يعمل الجولة العالمية متاعه ونجيبوه للحصة متاعنا ونعمله حصة كاملة به. أنا تلمولي تأثرت اللي موجودة لا فيش حتى في الجينيريك دوك حبيته برشا الفيلم وسينما متاعك بصفة عامة لأنه ما تمس الطفل اللي فينا يمس الطفل اللي فينا هذا هذا هو معناها أنيس الأسود هذا اختصاص لكن اختصاص في محله وخرجت به من اللول كل متاع المخرجين انت خرجت من معناها خليتهم على جنب انت عملت تجربة أخرى على جنب معناتها مغايرة تماما ومهمة جدا تأثر في جيل كامل. انت تأثر في جيل الطفولة الغدوة يولي شباب. انت مثلا معاك عمره 9 سنوات اليوم قلت لي عمره 20 معناها طبعته وحياته كاملة معناها وحطيته في ثنية مهمة ياسر ثنية الواقعية أنه نحلم سيفري لكن فما واقع هو زادة اللي أنا غالب بذلك اللي نعيشه فيه زمنا نتعلم ونتعايش معه. يعطيك الصحة مرة أخرى وإن شاء الله وإن شاء الله عيدك مبروك سي أنيس أنت وتوينسا الكل. سيد أحمد تعنفنا عليك ما تكلمتش المرة هذه ياسر برك الله مخرجنا لسان ومطلوق لسان ومطلوق. في الخاتمة هذه باش نقول عيد مبروك للتوينسا الكل في تونس والبرة ولكن نحب نقول كي يتفرجوا في فيلم هذا برشا قلوب باش تحن وبرشا عباد باش تغزر للطفولة والأطفال المحرومين. راهو فما برشا وليدات ما يلقاش لا الصبات ولا المريول ولا حتى شيء. دونك احنا نحاولوا باللمسة هذه الفنية تخدم الناس على الأقل يتعدى الإحساس ويتعدى باش الناس الكل تساهم ما تخليه حتى واحد يكون محروم ولا يبكي في نهار عيد. أحلى ما نختم به حصتنا. شكرا لكم الزوز ما بقى لي كان نقول لكم إن شاء الله بقية سهرة ممتعة وإن شاء الله عيدكم مبروك. تصبحوا على خير. شكرا.